أحب بالدكتور أسعد رياض الشماع المجاز من البورد الأمريكي بجراحة الأوردة الدموية. دكتور أهلا وسهلا فيك اليوم الثاني على التوالي. أهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. قبل مرة حكينا عن لما المراحل يلي بيوصل فيها مريض السكري إلى هذه التقرحات بالقدم تحديدا، لأنه هي بتصير أكثر من الأطراف العليا. اليوم بدنا نحكي أكثر عن حصلت هذه التقرحات، شو الخطوات يلي لازم يعملها المريض؟ أول خطوة أنه لازم يستشير جراح أوعية دموية. يعني أقل تقرح أو تشقق بالقدم لازم دغري المريض يشوف حكيم مختص بالأوعية الدموية. والحكيم أول ما بيشوف المريض بيعمل تحليل لكمية ضخ الدم بالقدم، لأنه أكثر أسباب التقرحات هي القلة الدموية اللي بيكون سبب الاعتلال بالأوعية الدموية. فالحكيم بشخص قديش في نقص بالدورة الدموية بالقدم. طيب دكتور، التقرحات اللي بتنتج سواء عن مرض السكري أو الضغط هي نفسها بتبدأ وتنتهي بنفس الحالة ولا في مراحل مختلفة بين الاثنين؟ هذا سؤال كتير مهم. الحقيقة كل التقرحات اللي بتصير بالقدم سببها قلة دموية. هلأ مرضى السكري كتير معرضين للقلة الدموية، وكمان مرضى اللي عندهم ضغط وكوليسترول وعند اللي بدخنوا كتير كمان بيصير لهم قلة دموية. اتنينهم بيوصلوا لتقرحات، ولكن التقرح كتير شائع أكتر عند مرضى السكري، لأنه غير زيادة عن الاعتلال بالأوعية الدموية عندهم اعتلال مثل ما حكينا هذيك المرة بالأعصاب. نعم. يعني ما عندهم إحساس بإجرس. صحيح. فمعرضين لتقرحات أكثر لأنه ما بحسوا بإجرس. ممكن تبدأ يعني من غير ما يحسوا فتبدأ تتطور. مثلا إذا لبسوا حذاء ضيق ما بيعرفوا أنه هالحذاء عم بحف على إجرهم. نعم. يعني ما عندهم إحساس، فبصير عندهم شيء بنسميه فقاعات، بلستر. هالبلستر بتتحول لجرح، وهالجرح ما بيشفى لانه في اعتلال بالاوعيه الدمويه. يعني اتس لايك ا فيشس سايكل، يعني شيء يؤدي الى شيء. وعشان هيك الوقايه كتير كتير مهمه بهالموضوع. حكينا عن الوقايه المره الماضيه، وصل لعندك شخص عنده تقرحات، شو ببلش تعمل معه؟ وهل كل التقرحات قابله للعلاج ام لا سمح الله في يعني مرحله متقدمه البتر هو بيكون الحل الوحيد دكتور؟ يعني لما نوصل لغرغرين ببطل فيه حل غير البتر خلاص. بينما قبل ما اللي عم نشوفها هي شو الحالة؟ هذه حالة قلة دموية، وهذا حرق بالرجل بسبب انه هذا الشخص حط اجره حد الدفاية وما حس. فحس لها وصل لحرق وعنده قلة دموية، وصلنا لها الحالة. أوكي. بس انه ما في هون جايز العلاج، يعني هون بعدنا فينا نعالج. فينا نعالج. امتى بنوصل لمرحلة عدم العلاج؟ قلت الغرغرين. لما بصير في غرغرين، اذا كانت الاوعية الدموية مضروبة بشكل الاوعية الدموية كتير صغيرة، انه ما فينا نعمل لها بالون او رسور او زرع شريان لحتى نزيد تدفق الدم على القدم. بس بالمطلق اذا المريض بيجي من اول ما بتصير المشكل يعني فوق 95% منهم فينا نتجنب البتر. طيب دكتور، من احد انواع العلاج في موقع البي بي سي اونلاين انه في علاج جديد من خلايا الجلد البشري او حتى من خلايا وتكرم الجلد الحيوان مثل جلود الابقار، او ممكن مثل ما قلت الانسان تتلخص وظيفتها انها تكون غطاء شبيه الى حد كبير بالجلد الطبيعي. نعم. الانسان فبتساعد على الالتئام. فهل هذه فعلا يعني حقيقه واقعه ولا هي قيد الدراسه؟ لا، هذه حقيقة بس بتفيد بالمراحل الأولية أو بعد ما نعمل جراحة تنظيفية للجرح. فينا نستعمل هالتكنولوجي لحتى نسرع التئام أو ترميم. Exactly. طب دكتور، على سيرة الغرغرينة وهي المرحلة المتقدمة، نحن بنعرف أنه الغرغرينة يمكن تضطر تبتر أكثر من ما لازم تحت يمكن حتى ما ترجع تعاود. صح؟ مزبوط مزبوط. يعني الغرغرينة عادة لما بتضرب، أظن في عنا صور بفرج غرغرينة بالإصبع مثلا، فينا نعمل بتر جزئي للإصبعين بدون ما نعمل بتر لكل القدم تحت الركبة. يعني بتعتمد مرحلة الغرغرينة وقديش في عدم كفاية بالشرايين. ما معقول تعاود أبدا بحال بترت؟ هل معقول انه ترجع تعاود؟ ممكن تعاود بمنطقه ثانيه. ايوه بمنطقه بذات القدم. ايه، اتس منا حل جذري.
طيب دكتور، نعرف انه كمان مرض السكري بيكون في نوعين من السكري، في النوع الاول اللي بيجي اكثر شيء عند الاطفال، والنوع الثاني اللي بيجي عاده عند الكبار. هل ممكن الاثنين يكونوا معرضين بنفس المستوى بالنسبه لاي حاله من حالات التقرحات، ولا في فرق بين الاثنين؟ عادة مرض تايب 1 دايابيتس للي بيصيب الأشخاص من عمر صغير وبيعتمدوا على الإنسولين، هدول معرضين لمضاعفات السكري، تقرحات وأمراض شبكة العين وأمراض الكلى كتير أكتر من اللي معهم تايب 2 دايابيتس للي بيجي بحالة متقدم بعمر متقدم. بس باثنين بيصير المضاعفات. طب اي مريض سكري بحال اي جرح مثلا او اي خدش بجسمه رح يكون اصعب التئامه من اي شخص عادي دكتور؟ نعم اصعب. نعم. طيب الاهم من هذا كله دكتور، انه مثل ما قلت لنا انت قبل الهوى، انه الواحد لازم عشان بس ما يوصل لمرحله التقرحات لازم ياخذ باله وياخذ الموضوع على محمل جد، مو فقط علاج. اذا ممكن تعطي نصائح سريعه لمرضى السكري. أيوة، يعني الوقاية كتير مهمة. مثلا لازم ما يعملوا مغاطس مي سخنة لأنه إحساسه قليل، لازم لما يشتروا صباط جديد أو حذاء جديد يفحصوا إجرهم عدة مرات بالنهار يتأكدوا ما في فقاعات. لما يقصوا ضفير إجريهم ما يغرزوا بالجلد. يعني هذه أشياء كتير بسيطة ولكن بتحميهم من انه يصير عندهم مضاعفات. طبعا انا عم شوف هذه الصوره، يعني كيف ممكن شخص يوصل لهذه الحاله بدون ما يكون ملاحظ مثلا انه عنده هذه المشكله الكبيره؟ ما عندهم احساس. They have no feeling in their feet. بيقولوا لك حاسس بحس اجري مثل الخشب. يعني هذا المريض ما عنده، لما بتدقر له هذا الجرح ما عنده اي احساس شي. ما عنده اي احساس بالوجع. عشان كذا اذا مثل ما قلت دكتور انه لازم دائما يحاول يراجع يتاكد من رجله ما فيها اي خدوش ما فيها اي جروح. من احدى اهم الاشياء اللي بقول لمريض السكر لما يجي عندي مثلا اذا كان راجل بقول لمدامته كل يوم قبل ما ينام بس القي نظره على اجره احتياطا، لانه معقول يكون عنده جرح كبير او بلستر وما عنده اي احساس، او حتى بدايه جرح وممكن يتطور هو ما هو داري عنه. دكتور أسعد رياض شماع المجاز من البورد الأمريكي بجراحة الأوردة الدموية، شكرا لك. شكرا دكتور، يعطيك العافية.